السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله حنكمل بتصميم الصفحات الخاصة بنظام الأوثنتيكيشن. طبعا الموضوع كتير بسيط. في عندي أنا بصفحة إنشاء الحساب بريد إلكتروني وعندي رقم هاتف. طبعا نحن لما واحد بده ينشئ حسابه وبده يدخل بريد إلكتروني، نحن لازم نتحقق إنه هذا البريد لإله. كذلك الأمر بالنسبة لرقم الهاتف، لازم نتحقق انه رقم الهاتف لإله. هلا نحن الافضل لما بنعمل انشاء حساب نعمله اما برقم هاتف او ببريد الكتروني، يعني ما في شرط انه نضيف اثنين يعني. ولكن اذا حبينا نضيف الاثنين كمان ما في مشكله، يعني انا ما بقول لكم انه لازم نضيف الاثنين، لا عادي بدكم تضيفوا الاثنين ضيفوا، كل مشروع وله متطلبات. ولكن اذا كانوا الاثنين مش مهمين بالنسبه لكم ضيفوا واحد، ما تضيفوا الاثنين، تمام؟ هي نقطه كثير مهمه عشان موضوع التحقق يعني ما يزيد عن اللازم، تمام؟ هلا انا حاليا حاستعمل التحقق من خلال البريد الالكتروني. بالنسبة لرقم الهاتف حيكون نفس الكود تماما، ما بيفرق شيء، بس انت بدل ما تضيف حقل في رقم الهاتف البريد الالكتروني حتضيف حقل في رقم الهاتف. هي بالنسبة للفرونت اند. بالنسبة للباك اند حنحكي عن الموضوع لما نصل له، تمام؟ طبعا صفحة التحقق من البريد الالكتروني بعد انشاء الحساب هي نفس صفحة التحقق من البريد الالكتروني لما انت حتنسى كلمة المرور، تمام؟ نفس التصميم، نفس كل شيء تقريبا. فلذلك نحن حناخدها كوبي بيست وحنعمل صفحة طبعا مهمتها التحقق من البريد الالكتروني خاصة بالساين اب، حتكون نفس الموجودة بالفورجيت باسورد. انا بس بالاوثنتيكيشن صار عندي ملفات كتير مثل ما ملاحظين، فلذلك انا هحاول اعزل الملفات الخاصة بالفورجيت باسورد داخل مجلد الاوثنتيكيشن، يعني بحيث انه داخل مجلد الاوثنتيكيشن هعمل انا فورجيت باسورد بهذا الشكل، وحضيف فيه جميع الملفات الخاصة بالفورجيت باسورد، تمام؟ بهذا الشكل. اول وحدة، ثاني وحدة الريسيت، ثالث وحدة الفيريفاي كود، تمام؟ ثالث وحدة، اوكي ثواني، اوكي عندي هون سكسس ريسيت باسورد ايضا. اوكي بهذا الشكل نحن بنكون ضفنا جميع الملفات الخاصة بالفورجيت باسورد داخل مجلد الفورجيت باسورد. طبعا هون انا عندي اللوجن والساين اب والسكسس ساين اب، واقدر حضيف عليا، تمام؟ بالاوس حضيف، لاحظوا هلا هون تشيك، ثواني، صفحة رح سميها تشيك ايميل. هي مهمتها التحقق من بريد الكتروني عند ايش؟ عند انشاء الحساب ببساطة شديدة. هي نفسها تقريبا صفحة الفورجيت باسورد، بناخذها كوبي، تمام؟ بنرجع بنروح على تشيك ايميل وبنضيفها هون بهذا الشكل، بس بنغير الاسم بنسميها تشيك ايميل، تمام؟ بهذا الشكل. طبعا ما بننسى ننشئ لها كنترولر. انا شو رح اعمل اختصارا للوقت؟ حروح للكنترولر، هاعمل داخل مجلد الكنترولر تشيك ايميل كنترولر دوت دارت، هاخد الفورجيت كنترولر نفسه كنترول سي، هضيفه هون كنترول في، تمام؟ طبعا انا لازم تشيك ايميل هي من ضمن نظام الاوثنتيكيشن، فخليها داخل مجلد الاوس افضل. هي رقم واحد. رقم اثنين طبعا عندي هون تشيك ايميل جو تو، لا هون، لا هون ما رح تكون جو تو فيريفاي كود، حتكون جو تو ساكسس، تمام؟ حتكون دو ساكسس ساين اب. طبعا حنعدل الاسم هون تشيك ايميل كنترولر بهذا الشكل، حلو كتير. طبعا هون عندي خطأ لأنه بسبب عدم تشابه الأسماء، فبناخذ عفوا كنترول سي كنترول في بهذا الشكل. الايميل ديسبوز، اوكي كل الامور تمام، ما في اي شيء ان شاء الله كله تمام. طبعا هون هلا نحن حنضيف الروت الخاص بالساكسس ساين اب والساكسس طبعا ريسيت باسورد. في عندي صفحتين مثل ما شايفين بهذا الشكل، هلا حنتعامل معهم. اوكي حنروح هلا لا طبعا تشيك ايميل، نضيف للكنترولر عشان يروح الخطأ بهذا الشكل طبعا، وحنشيل هاي. اوكي بهذا الشكل كل الامور تمام. عندي خطأ واحد باقي بنشوف شو هو. تمام هون go to success sign up بهذا الشكل. طبعا لاحظوا يا شباب يعني لما تشوفوا الكود مرتب قد ايه حلو الموضوع، يعني ما في عندي اي لوجيك بالصفحة هاي، صفحة بس فيها التصميم وحتى طريقة التقسيم. يعني لو بدي مثلا اي ويدجت من اللي انا انشأته بس بضغط عليه بهذا الشكل وبشوف شو فيها، يعني كثير كثير الموضوع مرتب، احسن من انكم تكتبوا كود كيف ما كان يعني، تمام؟ وهذا الكود لما يشوفه شخص يعني مثلا بمقابلة عمل او اي شيء بيعرف انه انتم فاهمين شو عم تكتبوا، يعني كود فيه نوع من الاحترافية مش كود كيف ما كان يعني.
تمام، هي اهم شيء انا بحاول ركز عليه ايضا. وعشانك انت يعني، بغض النظر حتى لو انت مثلا ما رح تشتغل يعني فري مثلا بشركه، حتشتغل فريلانسر لحالك، كمان لازم يكون كودك مرتب عشان انت تفهمه. يعني ما يكبر المشروع معك تبقى انت الكود عندك مرتب، بحيث انك تقدر تصل لاي مكان بالمشروع بسهوله وتعدل على المشروع اللي انت انشاته. لانه حتى في حال كان كودك مو مرتب انت حتعاني، حتعاني جدا، حتى لو انت اللي كاتب حتعاني لحتى تقدر تعدل اي شيء. فدائما حاول كودك يكون مرتب قدر الامكان. نرجع نحن طبعا للمشروع اللي عنا هلا. هون طبعا لما نحن نعمل ساين اب بدنا ناخده على موضوع التحقق. فنحن ببساطة حنضيف الروت الخاص بالتشيك ايميل مثل العادة. هنروح طبعا لصفحة الروت الموجودة هون، هنعمل روت جديد لتشيك ايميل. اوكي بهذا الشكل هنعمل هون تشيك ايميل. اوكي هنروح طبعا للروت الموجود هون ونضيف طبعا لتشيك ايميل. لو كان رقم هاتف سميه تشيك فون مثلا، وبضيف حقل الخاص برقم الهاتف. بس هي الفرق نفس الشيء يعني، ما بيختلف اي شيء. هي بالنسبه للفرونت اند. بالنسبه للباك اند لنصل ان شاء الله نحكي بهذا الموضوع مثل ما اتفقنا. اوكي حلو كتير هذا الكلام. نرجع للكود عنا. هلا عند الضغط على الساين اب حخليه ياخذني للتحقق. فشوف شو رح نعمل هون هلا مثلا. طبعا بالساين اب اوكي، لما هو بيضغط بنروح ثواني نشوف البتن وين. اوكي هذا هو هون حيكون الموضوع. خلينا نروح على الكنترولر الخاص بالساين اب. تمام جو تو ساين ان. اوكي وفي عندي ايضا لما بده يعمل ساين اب اللي هي طبعا هي الفانكشن. نحن رح نفترض هلا طالما نحن نشتغل باليو اي انه هو ادخل المعلومات بالشكل الصحيح، اليوزر نيم والايميل والفون والباسورد، وضغط ساين اب وتم انشاء حسابه باقي التحقق. فنحن اول شيء بس عشان نجرب او نشوف شكل الصفحه هنعمل جوت جيت عفوا دوت. طبعا هلا في حال هو انشا حساب وبدنا نتحقق من بريده الالكتروني، ما عاد في داعي يرجع للصفحه اللي قبلها، فلذلك نحن هنقول له اوف نيم افضل. تمام ما في داعي يرجع لصفحة الساين اب ويشوف معلوماته اكيد يعني. فلذلك هون نحن حنقول له اب روت. طبعا حنختار مين؟ حنختار لتشيك ايميل اكيد. تمام اوكي بهذا الشكل. هلا بنعمل هوت ريستارت وبنروح طبعا على المشروع اللي عندنا اي ان كونتينيو كونتينيو بهذا الشكل. حنعمل هون ساين اب، بعدين لما نضغط على الساين اب حياخذني لصفحة التشيك ايميل لازم صح؟ طيب ليش ما اخذني على صفحة التشيك ايميل؟ لانه ببساطة انا نسيت شغل الفانكشن بصفحة الساين اب. هنروح لليو اي الخاص بالساين اب تحديدا. تمام وننزل للبتن. اوكي عفوا انا وين موجود؟ اوكي هون. تمام هنقول له كنترولر دوت ساين اب. فلذلك هلا عند الضغط على الساين اب هياخذني لصفحه التشيك ايميل، ولكن التشيك ايميل الخاصه بايش؟ بالساين اب وليس الفورجيت باسورد. تمام فرح نروح نحن طبعا على صفحه التشيك ايميل الخاصه بالساين اب. بدل ما نعمل هون فورجيت باسورد لا هنقول له تشيك ايميل بهذا الشكل. تمام هنعدل ايضا على كلمه التشيك ايميل هون، خليها مثلا success sign up. تمام يعني بحيث انه نوضح له انه عملية انشاء الحساب تمت بنجاح، ولكن باقي بس نتحقق من بريدك الالكتروني. طبعا انا هون عندي باتون عند الضغط عليه لوين لازم ياخذني؟ لازم اكيد ياخذني لصفحة success sign up صح ولا لا؟ وطبعا بالفورجيت باسورد كمان في نقطة مهمة يمكن احنا نسيناها، عند الريسيت باسورد يعني لما العملية تنتهي كاملة شو لازم؟ لازم نقول له كنترولر دوت جو تو سكسس ريسيت باسورد صح ولا لا؟ عشان نحن نكون مرتبين افكارنا بالشكل السليم. هل عند الضغط على تشيك طبعا اخذني على صفحة السكسس، ولكن صفحة السكسس على ما اعتقد فارغة. تمام هي صفحة السكسس الخاصة بالساين اب مثل ما شايفين، هي ما فيها غير كونتينر ما في سكافولد، فلذلك نحن حنستبدلها بالسكافولد بهذا الشكل. اوكي
مثل ما شايفين ظهرت عندي. طبعا حنشيل الاب بار، اكيد ما في داعي له. وهون طبعا داخل الكونتينر حنعمل بادينج ايج اند سيت اول، خلينا نقول مثلا 20 او 15، ما في مشكلة اللي بتشوفه انت مناسب. طبعا ما بننسى الكونست اكيد. وايضا عندي تشايلد، والتشايلد طبعا حيكون هالمرة كولوم، ما في داعي للست فيو، ما عندي حقول اصلا لحتى نعمل ليست فيو. اوكي بهذا الشكل. طبعا خلي الكولوم يكون كله بالمنتصف افضل، المين مين اكسس سنتر، وايضا خلي الكروس كروس ايضا بالسنتر تماما. اوكي هون شو نحن نعمل، نحن حنعمل ايكون دوت على سبيل المثال تشيك انه عملية التحقق تمت بنجاح وكل الامور تمام. تشيك مثلا طبعا اوتلاين، مثلا تشيك سيركولر بيكون افضل على ما اعتقد. اوتلاين خلينا نشوف شكلها كيف حيظهر. اوكي ظهرت عندي بهذا الشكل. طبعا حنشيل دول لانه بالمنتصف صراحة كتير كتير ما بتكون حلوة شايف انا، بس ممكن نستبدلها بطريقة تانية هلا. بس خلينا نكبر حجم هون طبعا الايكون، خليه كبير كتير 200 مثلا، ونعطيه مثلا كلر يكون الاب كلر بتاعه دوت على سبيل المثال البرايمري كلر. خلينا نشوف الشكل كيف. اوكي حلو كتير يبدو. طبعا ما بننسى نعطي عنوان للصفحة، هي نقطة كتير كمان مهمة. فلذلك نحن هون بالاعلى ممكن الاب بار ناخده طبعا من اي صفحة تانية نحن اصلا قمنا بانشاء سابقا. اوكي مثلا بهذا الشكل ناخده جاهز، نرجع لهون. اوكي نضيفه بهذا الشكل، طبعا ظهر عندي بهذا الشكل، ولكن احنا هون حنستبدله ب ايش حنستبدله ب الساكسس تمام. بس بهذا الشكل عشان الشكل يكون ارتب نوعا ما، وهي خليها تكون بالمنتصف تمام، خليها تكون وين بالمنتصف. فلذلك ممكن نستعمل سنتر. اوكي كتير كتير الموضوع يبدو مرتب الى حد كبير جدا. طبعا تاني شيء نحن شو رح نعمل، حنكتب له مثلا نص يكون حلو هيك مرتب انه عملية تمت بنجاح وكل الامور تمام. اذا بدك ترجع لصفحات الهوم او اللوجن عفوا تمام، نكتب له مثلا نص بسيط هون. طبعا النص هذا حاكتبه انا يعني اوف لاين، ما راح اضيع وقت الا يفكر ايش بده يكتب. طبعا انتم اكتبوا الشيء اللي عايزينه، انتم اكتبوا هون الشيء اللي عايزينه. واخر شيء شو راح نعمل له، حنقول له نعمل له باتون. هذا الباتون حينقله لوين؟ حينقله لصفحه اللوجن، يعني هو بعد ما انشا الحساب وتحققنا من بريده لازم يعمل عمليه تسجيل دخول صح؟ عشان نتاكد انه المعلومات اللي ادخلها هو لسه متذكرها. فنحن هون شو راح نعمل؟ حنضيف الباتون نفسه الموجود ايضا بصفحه الساين اب اختصارا للوقت. هاد اوكي بهذا الشكل حنضيفه هون. طبعا بنعمل له استدعاء اكيد. شايفين لما نحن بننشئ فريم ورك بهذا الشكل قد ايه شغلنا بصير مرتب؟ ما عاد في داعي نرجع نعيد كتابة الكود 100 مرة. خلينا نشوف هلا كيف حيظهر. اوكي ظهر عندي بهذا الشكل، لأنه طبعا هون كولوم ف شكله كان كتير صغير. فنحن كيف ممكن نعالج هالموضوع؟ نعمل هون كونتينر، الكونتينر نعطيه مثلا ويدث دبل دوت انفينيتي بهذا الشكل. اوكي فصار الشكل اجمل، تحس انه اخذ العرض كامل اللي ممكن ياخده. ولكن البطن حخليه بالاسفل، ما رح اخليه هون عالي هيك. فلذلك انا شو رح اعمل، حاعمل هون سايزد بوكس تمام، هايت مثلا 30. حلو طبعا انا عاملها داخل، لازم يكون خارج السايزد بوكس بهذا الشكل. اوكي وهلا انا حاعمل اكسباندد بيناتهم بحيث انه اوتوماتيك يجي النص بالاسفل سبيسر. اوكي يعني بهذا الشكل كثير. وهون طبعا نكتب نص، ممكن نعمل هون طبعا نكتب تايتل وبادي بيكون اجمل كمان. هذا الشيء تركه لكم يعني بهذا الشكل، هون مثلا التايتل وهون البادي. طبعا التايتل يكون حجم الخط اكبر، نستعمل الهيدلاين. البادي طبعا بنكتبه نحن اللي نحن عايزينه، ما راح افكر انا هلا، ما راح اضيع وقت الفيديو بالتفكير ايش اكتب. هذا الشيء طبعا انا حضيفه اوف لاين، وطبعا كود المشروع موجود حيكون جيت هاب، فممكن تاخده جاهز انت ما عندك اي مشكله تمام. نفس الصفحه هي حناخدها كنترول سي ونروح نضيفها لوين، لصفحه الساكسس ريسيت باسورد. نفسها بالضبط ما بتفرق اي شيء، لانه بس نحن عشان ما نرجع نعيد التسميات مره ثانيه خلينا نرجع الصفحه
ناخذ فقط السكافولد، اوكي بهذا الشكل. هروح انا لوين؟ للساكسس ريسيت باسورد، هناخذ سكافولد بهذا الشكل. تمام، هذا الشكل. طبعا هون حتكون بكل الاحوال بالصفحتين حتكون جو تو لوجين، تمام، وايضا بالسكسس هاي حتكون، عفوا سامحني، جو تو لوجين، يعني هي على كل الاحوال لازم تكون جو تو لوجين. تمام، هلا نحن بس نتاكد من شيء واحد، انه بصفحه الريسيت باسورد هو عم ينقلنا لنا لوين؟ على صفحه، طبعا عمليه الريسيت باسورد لما تتم بنجاح ما بياخذني لصفحه الفيريفاي كود، لا لازم لوين ياخذني؟ للساكسس ريسيت باسورد. بس نتاكد من الروت بحيث ننهي هي التفاصيل المزعجه الحقيقه، لانه بتاخذ وقت كثير، مع انه بسيطه كثير بس بتاخذ وقت. بنروح للفورجيت باسورد تشيك على سبيل المثال، ادخلنا على سبيل المثال رمز التحقق، اخذني لنيو باسورد، عملت سيف، فاخذني لصفحه الساكسس. اوكي الامور كلها تمام. نكتفي بهذا القدر لهذا الدرس، بتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.